اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بس بقى جبت لكم معايا ايه النهارده؟ ايه ده؟ الفيلم العائله اللي بتاعت العصافير اللي احنا دايما بنتفرج عليها، الاب والام والبنتين والولد والبنت والبيبي صغنون اهم. الله، عائله العصافير. النهارده فعلا يوم جامد جدا، الحمد لله النهارده يوم اجازه، مش هنروح فيه المدرسه، ووهو وقاعدين نتفرج على التلفزيون. بصي يا اولاد، انا هخرج النهارده انا وباباكم شويه، فعايزاكم ان انتوا تقعدوا في البيت وتخلوا بالكم من اخوكم الصغير وما تعملوش اي دوشه، عشان انتوا عارفين ان هو شقي قوي. حاضر يا ماما. طب انتوا هترجعوا امتى؟ بصوا هنرجع متاخر شويه، فانتوا بعد ما تخلصوا التلفزيون خشوا ناموا، وهنخرج انا وابوكم. باي باي. باي باي يا اولاد. باي باي ماما. باي باي يا بابا، توحشونا قوي. اوهو، الحمد لله اخيرا هنقعد لوحدنا نتفرج على التلفزيون، ممكن ناكل بقى ونلعب مع البيبي. اوهو، انا عايز النهارده اعمل اختراع بقى جامد قوي. عايز اعمل حاجه مجنونه. وانا كمان عايز اعمل حاجه مجنونه. وانا كمان عايز اعمل حاجه مجنونه. طب ممكن نعمل ايه مجنون؟ تيجي نروح نعمل كيكه الاول. واو، ده اقتراح جامد قوي. تعال نروح المطبخ ونعمل كيكه مع بعض. الله، ده شكله هيكون اختراع جامد قوي. يلا على المطبخ بسرعه. يلا نجيب البيض والدقيق واللبن والسكر والفانيليا وبيكنج باودر، ونقعد بقى نعمل الايه الكيكه براحتنا. الله، ده اختراع جامد قوي. لا 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 لا، تعالى عشان ما تقعش كده، انت ممكن تقع. انزل انزل، ما ينفعش كده، تعالى. يا بيبي كان هيقع مني. الحمد لله ان انا همسكه دلوقتي ومش هيقع خالص. مينفعش تعمل شقاوة كده تاني كده، خضتني عليك. اوكي، تعالوا بقى نعمل برضو حاجة البيتزا ونكملها، قصدي كيكة. هنقعد بقى نلعب قبل ما تستوي. واو، الله، انا بحب الكيك قوي، واكيد بقى في الميكرويف في الفرن هيكون طعمها تحفة. ايه ده، هو راح فين؟ نبان مش عارفة هو راح فين. مش عارفة، اختفى، راح في حتة خالص. احنا نقعد نكمل باللعب لحد ما بان يرجع تاني. يا ترى بقى بان راح فين؟ يا ترى بان راح فين؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. يا بان، يا بان، بان. انا هدور هنا بقى بسرعه، اكيد بابا مخبي مفتاح في العربيه بتاعته، انا عايزه ان انا اخدها والف بيها لفه. الله، هيبقى يوم جامد جدا، احلى يوم في حياتي. بفكر كده ممكن تكون المفاتيح العربيه في صوره الدولاب ده ولا ايه. هحاول ان انا افتح كده واشوف الصوره من جوه. ايه ده، واو، بص، مش هتصدقوا، انا احتمال كبير اكون لقيت مكان المفاتيح بتاعه العربيه بتاعه بابا البورش. ايوه، لقيت، احتمال كبير اكون لقيت المفاتيح. هفتحه دلوقتي واشوف، ان شاء الله هلاقيها. واو، انا متشوق قوي. عايز بقى ناخد العربيه لفه واخد معايا اخواتي، هيكون فكره جامده جدا. اوهو، ايه، لقيت المفاتيح جوه. اوبا، هناخد دلوقتي اخواتي ونروح ننزل نركب العربيه بورش ونلف بقى بيها لفه جامده قوي. يلا بسرعه عشان نروح نركب عربيه بابا البورش، هتنبسطوا فيها قوي. ايه ده، انت بتهزر صح؟ لا لا، ما بهزرش، انت اصلا ما بتعرفش تسوق. ما تقلقيش يا بنتي، انا هعرف ان انا اسوق، دي عربيه بورش يعني اوتوماتيك، هدوس بس كده بنزين وهتشتغل. واو، دي فكره جامده قوي. يلا بسرعه العربيه قبل ماما وبابا يجوا. انا هركب بقى هنا اهو، تحطي بقى البيبي جنبي وانتي اركبي بقى ورا، بس استني الاول لما اركب انا. اوكي اوكي، انا ركبت قوي اهو، الحمد لله. طب بقول لك ايه، انت بتعرف تسوق؟ انا خايفه على العربيه قوي. لحسن، انت شكلك ما بتعرفش تسوق. يا بنتي ما تقلقيش، انا شغاله دلوقتي. واول بقى لما اجي امشي بيها ما تلاقيش خالص، همشي على طول واخد لفه. حاسب حاسب حاسب. يا لهوي، العربيه بترجع مني ورا. دش، العربيه اتخبطت. يا لهوي، بابا هيجوا يضربوني. اتمنى اصحابي يكون الفيديو فظيع عجبكم. طبعا انا كنت العب الاطفال عشان تعرفوا اللي هيحصل بعد كده. بليز ما تنسوش انتوا تعملوا اي لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي. باي باي.